بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما وألحقني بالصالحين. أوي بحثك أو الشعر أو أبو كهم كلمة عواذري تيابو وهم كلمة عيائلي تيابو بابو بس الشعر لكن أحمي قناة صلبة ماتا كسير من حمايتي قناة، قناة يعني نيزة، واللي يرد أحمي قناة شكل لسر تشبيها يا لسر حذف مزافة لسر تشبيها يعني حمايتي كسانيق أكم كوكو نيزي سخد ناشكين وقوان يا صاحبي نيزي سخد ك شن نيزي نيزي كشكاندني نية صماء، صماء يعني توبرة لو نيزة كقلور نية كزوبشكي وأمانة. تمت في نياف مشمخير، تمت يعني بحدي كمال قلنا أو نمت شي نمت به بشعر قاش مشعر قاش بحدي الرجاز الزين أحمي قناة مستفعل تن صلبة تن مستفعل ما تنكسر مستفعل صم ما بار صماء صماء تم تمت بار صماء تم مستفعل مد في نيا مستفعل ثن مش مخير جاء مش مخير بدور روا بلا نيجي للريكاني حذف كل ولا بروز الشعر مستفعل بحر الرجزي مسدسي تام جاو أو صماء يا صماء أنك لا مثل عجب منا سخطت وبرة تمت يعني رشد كروب حدي كمال قيوة باشا في نياف باشا نياف بما بكسرين منا علي لشويني برزة شويني برزة كاكا مش مخير بي مش مخير منا كيوي برزة وأمانة هر في نياف لنياف وقبل كيوي كا الخوي نياف يعني كيوي برزة أمجا مش مخير شي في إضافة كردوها بويكا زيادة البرزة كي بقينين لا شويني برزو حاتوا أم جارة أو بره نيافة مش مخلر يا أو نيزييكا لو شوية نداد وزبوع حفت بأطواد عظام وسمر حفت يعني دوري جيراوة بأطواد أطواد جمع طودة طود بماناي كيوة أخوش يرى أطواد عظام عظامين يعني كيو قليكي قولا وسمر سمر نوع دارة حالبي مثلا وكو دار قويجي لاي خومان جا سمر سمرت يعني يقدعنا وليس سمر وكو تمر وتمرد يعني زور مثلا لنا أوانايا باشا حفت بأطواد عظام وسمر في أشي بالغيظان ملتفل ملتفل حظير دواي أوا أو هنني أو سمرني داري قورة أشي بيش شويني كاكا شويني تشر يعني شويني بكا داروشتكي على بيكا وقرب على غبي داروشتكي ماشي على لك في أشي بالغيظاني لا أشي بكا لشويني قرب على غا أو غيطانة ناكهين ماشي جمع غيطانة غيطاني يعني لا شويني تشعلا هرشنا غائط لأفلا لفزي غائط بمعنى شويني تشالو تشوالية شويني باستا لخوارا ويا أولا أحمد يا غائد بمردوهين مرداري بمرداري إيه بمرداري أبوه جاء غائط لقرآن بكابره أو جاء أحد منكم من الغائطي غائد يعني شويني ك إنسان دز بآوي تياكا قضي حاجتي تيا أنجام ده متوجبي قضي حاجتي تياكا ليوالا بو مكانك بكابره جاري واشيا لفظي غائط بكابره بو اوي ما خرج ما خرج من الدبور باشا بو مدفوع بكابره نك بو هموي مثلا جاري واهي او شن عام مخوين لدبور خارج بكناو غائط بو بالحال بو بي سي بو بي سي كلا انسانو خارج بي بيجن شي بيجن غائط اما ليرا بمعنى مكان
پستكا يعني او هالكو على اشيبي غيوان دايا خب اشيبوت من شويني چر لا شويني چري شوينة شعلاكان دا لو مثلا شعريو كنا وشي وجويت شمو آلوانا دا پيدابو وحالبي كأو شوينة نشي هو ملتف الحظير كملتف يعني چرو بيق دا چوبوا باشا الحظير حظيري بمعنى شويني كا داروشتي بدوروبي هالخوي حظيري يعني شويني خلق كلاو اوانا ولي امد يالا قورخ ومن او شويني قاقا او داروشتي بانا او ناو قورخا كان مثلا في امن قورخ اللي شويني كي اوا هايا في اشي بالغضاني ملتفي الحظير جابنا حفت بي اف هو مستفعل دوبارة ماشا وادين عظا مستفعل من وسمر أعمالتني مفتعلون باشا تعالى من وسمر مفتعل في أشبل مفتعل غيطا غيطان مل مستفعل تفيل حظير مستفعل باشا بل فيها عيائلو فيها عيائلو أسود ونمر خطارة تدمي خياشي من نعير إذا الثقاف عضها لم تنأطر شاكا فيها يعني لو نوباغو أواندا هيا عيائلي كيايا باشا يعني علو شوانانا دا هيا مثلا عيائل جمعي عيلة عيل يعني عيلة مند كثانية كعيلان هيا ديار اللي رباسي او شيراناكا كاوانيش خانواديان هي او خانوادا كانين لقاليان هي هاتو شو اكنو اقرين بو اويك رزق روزي بو اوان بياكن فيها عيائلو شا عيائل اسود وين هين توزيح يدا اسود جمعي اسدا شير ونمور فلانجي تيايا خطارة كهمو امانة خطر افرين باشا تدمي خياشي من عيره كز تدمي تدمي يعني زخمي أكن خيناول أكن خيشوم خيشوم خياشين جمع خيشومة يعني لوت يعني لا سروي لوت لا سروي لوتي كي كسيك متكبر وخوب زلزان بي يعني أوانا أما نعيد بالوزن خشين بمعنى متكبرة متوجبين أم جارة ثقاف لا أصلا نازلن توندي وصالان قوشان يانا شمان دار يانا هنا بو او شمان دني قوشانا دارك يانا شقان مثلا دارك قوي اعونا دارك اعوا دوفاق بو لسر اعوا بجولة بو بلان اما ديار اما محكم بو او داريترك ايننا انكر بقوشان باشا او سر قويي كقرك يانا بيكنا قوشان ايان اعلي لا دايانا باشا قال ردانا أعوى في شاري ندا أعوى يعني شمعنه عربي أعوى جاء مخومن بيانو قوشان شمين باشا قوشان شمين يا قعلوك شمين أخبه قوشان قعلوك شي فيالة بلان على فيالة شي ثقاف جاء تنيابو قوشان شكوكي بيه ورنه يجيلا مثلا قد داري لارو لويلة كتابي داركي ندا بأولا ايان برجانو او بيانو برجان نوا ايان دابا اولا تا حد مثلا توخلقي بسوتي او اولا تأثيري لدارك اكرب ونرمونوا فردن كلك بيلاسنية كلك تورية كلك باشي اقلارو لوريكي تيابو اخر ايان دابا او دوفاقا شاكا بو راسو كرنوي اعبو انا اسفالي ليك جاء او نوع داري يعني تشاعد اقل لآسنيش دروس كريو امانا ايما كبيالين قوشان شمين باشا يا دار راسو كروا لار راسو كروا عرب يلا ثقاف اهو متوجبين بويلا اذا الثقاف عضها زمانك او دا باسي ميا زكاكا زمانك الثقاف قفي تياكا اخر وقت يقني او مسلاتو او داري قوشانا عني تبينو دفاقا وقت دفاقا قفي تياكا وايا زمانك اقر ثقاف واتا قوشان شمين اي قزير باشا لم تنأطير حالبي لم تنأطير رنجا ما نين نشكيتها اي ناشميتها او نسخته هنا كا اري
هنيا زكا خنيا زبي الرازبي يعني أولى استحكامي هيا زماني كأقربي دي دبر ثقاف بو أمدي يودي وبيكرني وبو راس كرني ويوانا ناشميتوا يعني أولى استحكامي هيا خوارنا بيتوا لم تن أو طيف جاء ما شاهد لهنا بعض لا أطرته أطر أجل نقلي كيف ولاي ولا كمان شيء أطر يأطر أطر يأطر شاكا نقلي كيف ولا باب افتعال أطر أبيت الشيء أبيت أأطر دي ملارعة كيف أبيت الشيء أبيت بعض نعم أبيت إئتطر شاكا وتلم وذن لم تنأتي لك يا زن أري قال مكة لم تن نعم باب انفعالي قال مكة باب انفعال أري أترى أجلنا قلقي ولا باب انفعال متى شيء إن أترى ينأتي الروب هذا متى لم تنأطير ناس شمعت متواجبي هو معنى الشعر كان بو جاء مجالة ليراك إما لو شعرانا دائما دو كلمة تيابو باشا ممكن عوابير لواء عوابير لواء نبوا ديالة لشوين أول الشعر كي تلعبوا عوابيرك راسك إدامي أوي أوا دي أوي أوي ثمان معنى كردو والمسرع من الرجز المشتور والقائل هو الشاعر الراجز الإسلامي المعاصر للعجاج وحميت الأرقب حكيم بن معيا الرباعي التميمي وهو أويا شارك أميا فلم لعين حلاوش غرك أن تقاربت أذاعري وأن رأيت الدهر ذا الدوائري حنا عظامي وأراه ثاغري وكحل العينين بالعواوري كوجال هرب الرجز بو طلام وقمل الرجز مشتور نيا ديالة شن مشتور وين يوين حزت كلامه أو كح على العين بالعوامل مثلا عوامل أشياء عوائلي بوتاية ظلم لعيائيلة أبو عيائيلي بوتاية مثلا همزة كي توقع ما نوابه يكين كراهات همزة شاكا ظلم ديالة أويوتي عوامل بنابل أو تقديري لأصلا أما أشياء عوامل بواية يعني ما أو هي نجي اختصاصي هي أو قاعدة مثلا قلواوية لدواء ألفكم أقر ألفي تكسير كوتبين دو حرف علا تو أوي دو مكي مثلا كيبا همزة أو دواء ألفكو يخصي هاي بوكا دو حرف لدواء ألفكو بألفي تكسير كو كأوا ويا أو يا تو أي كيبا همزة أو لكي عندي دو مكان حرف آخر دي أما دروسي سلا عواويرا وايا ظلام لأصلا سي حرفية يعني لأصلا عواويرا شاعر لبروزين شعر أو يا حزر كدوة أمجر أمشان عيائيل أي أمبوسيا يوكرا وكرشان نكرايا تلك ونزل درمان بري أبي أمش عيائيلة أو يا مثلا شاعر هلا بردر رد ذيك الكرا وحاربي شنو الله فيها عيا أو مستفعل إيل دي إيلو أسو مفتعل دي أقر أوي نبوهي أبو بشوار متحرك بدوايك على بحر الرجزة باشا شوار متحرك ساكن شي بدوايا ندى هذا والله عشان مثلا قربيته إلو أسو فعيلة عائلة أحد هيج مشكلة شيء نبو بلان بهذا الحال ويشتويتي مفتعيلون به مثلا أما أعرف زي سيسا أمجهلا بلان قاعدة كمان لو دار ذكر كريكا بلان إما جاري واهيا لما أكين بكسرا شاكا أو شوانا نكال لما يعني ودفعي التباس لما أكين بكسرا لواني كوائم لما كمان كلب كسرة يكيق لوانا فعلاي وصيب باشا أين ألا فعلاي اسمي لما كمان ذكر بكسرة لما ما قبلية ألوته باشا يعني أقل فاعل فعل ملموم به لدواي فاعل فعل كوي يمان به أو لو حالتها يا وصفية آخر كشي ألف به يا وصفية يا اسمي أقل اسمي بوا يكون طوبة كوتمان لأصلا طيبة يا اسمي به واو كما هي كما نكر دواء ولي اقل وصفي بوايا لما كما نكر بكسرة كواتا دو مورد مان بو
ذوبا لو شو أنك الله ما يتياك إن بكسره كيف فعلي وصفيب بل مفردا ولا جمع جدا جمع فعل بو فعل كهي أجوفي يائيبه مثلا لا صفتي مشبهي وكو أحمر حمراء أجر أجوفي مثلا وكو أبيض بيضاء أجر أجوفي يائيبه لجمعك يساكن ما قبل ما الممر أدا وما كمان كذب كسر أما اتفاقي بو أما آية لغيري أو موارد لا شو يعني كمان يبغى همانة بلا مختلفة في غير ذلك لغير أبدا إخلافة فقال السيبوهي القياس الثاني ماشا سيبوهي ألي قياس دوا مكيا شون يما دوشت من تجربة كردوا أقر يي ساكني ما قبل ملموم بو يكا لفاع فعلان بو يكا بكي بواو باشا بلا يي ساكني ما قبل كي ملمومها دوهم يعني هو بو لما كبكي بكسره باشا جاء لغير أو موردا أقر هاتو هلو مرجشت وهات برو سيبوي قياس دو مكان الله مكان كسره بايك النبي بو لأن الأثقل لا يرتكب إلا إذا تعذر الأخف شن قاعدة أثقل ارتكاب ناكري ما قدر زمان نتواني أخفك عن جانبين دا أمكت ومثلا الله مكان كسره أما أخف ولأمي كبكي بواو أو أثقل باش بدا فنحو مضوفة كلمة مضوفة مثلا لما دي ضيفة أقل لما دي ضيفة مضوفة ضيف يعني مهمان داري كذن باش خدي مضوفة بتشيرن وهو أمر يشفق عليه شتيك وياك ترسناك وقبلايك على يشقوه يشقوه عليه لسر خلق شاقة يشفق عليه جب يعني ترسي ليها يا شن ما دي أشفق منا ترساته حالبي لا يسيبوه شاذ عنده بو شاذ عنده يعني شو الله ما كان كره مثلا عليه كاكا أمل أصلا مض يوفى بوا مض يوفى مثلا تو هاتي آوة تاني زي قال بوتا مضيفة دي أمرا تو وتوتا يساكن ما قبل مضوم كده بوابوتا مضوفة بقصي سيبوه إيمان كده إن شاء الله ما كمان كده بكسر بوتا مضيفة هذا مضوقة بيتي ها؟ أبي شربه فرماك مضيفة بلد ولفع مضوفة دي لدوها يا بت أجل ما هو قبي أمر وهو أمر يشق عليه بسوانا أجل أري أودرس أوعبي أوكاد بلا مود اللي قدانا ويدوايا كا واجينا هلا ما ذي ضيافته بي بيضم الياء من الضيافة إذا ضيافة إذ المراد ديك هكية بله من الله إذ المرادو بشي منظوما بوشي مثلا مضوفة لضيافة ودي على أخي إذ المرادو ما ينزل من حوادث الدهر أو شانك اللي روداي الرجار نازل أبن منظور يعني بلايا مثلا كأنه ينزل عليه ضيفا كأنما بميواني دي فكان القياس نقل الضمة إلى الضادي فس قياسي أو رواية كضمك بلادك بدري ثم إبدالها كسرة بلا سيبويوها الله ما كان أمجر إبدال كريبة كسراء لتسلم الياء بوية كبنية توكواتا مضوفة شعب ونحو معيشة يجوز عنده أن يكون في الأصل مفعلا باشا ما ندي معيشة هلا قريب بلايسي بوهي وهلا أصلا مفعلا بوهي باشا إذا أقر مفعلا يعني معيشة بوه كسرية يا كمان داب عينك بوتا بوتا مفعلة وأشكرية مفعولة بوبي جاء أقل مفعول يعني معيوشة بوبي خب حرق وما كمان داب من قبلك ودوائج بفي أو كياسة سيبوهي وما كرية بكسرة يتر وفو منما متمعوشة أما وعلى الأولي كأوان ما أثقل أنجام الدين لا يكون فيه إلا نقل الكسرة إلى ما قبل الياء أبي باوجا لا بنا بر أولك إيجي مثلا تولى معيشة دا وشي بروزي مفعولة بو مثلا الله ما كريا بكسر فالزيت والله ما كيبا كسر جيكاكا معيشة أثن أو هلو مرجنا عادو دبرو تيايا معيشة لأصلا خوي معيشة بو كسر كما نقلك ولا ما قبلك يوأ لا يكون إلا فيه لا نقل كسرة إلا ما قبل الياء فلا يكون مما نحن فيه يو. وعلى الثاني لسى القول سيبوي يكون فيه نقل اللمة إلى ما قبل الياء أها يانا
وعلى الأولي بنا بلا والله أقول لأسواء ما في قيلبوا به هل سكان سيبوهين أول منزوعا دا أول تلفي سيبوهينيا هل نقضي كسيتها ولا ما قبلها إلا ما نحن فيهينيا بلان بنا بردوا ما كلا أسواء أقول مفعول أبو به أو بلا نقضي والله إتيا ولا ما قبلها ثم إبدالها كسرة إتيا فيكون مما نحن فيه أمره باشا وقال الأخفش القياس الأول يعني من شيء وهو قلب الياء وأول لأجل ضمتي أثقلك أن جامل بلامك فمضوف قياس عنده بلا أخفش ولأنه نقلت الضمة فيها إلى الضاد وقلبت الياء وأول ومع شهر مفعيلية بالكسر لا غيره وإلا لزم أن يقال بلا أول يعني بلا أخفش أن يقال معوشا باشا مثل مضوف على القياس عنده لا أما تعب وإذا عرفت هذين القولين واختيك دو أمدو قول تزاني تفرع عليهما متفرع ليلة سرودوانا أنه لو بني من البيع أقر لما دي بيع بناكري شي بناكري مثل ترتب بغمتين باشا لقيل تبوع أو تريد تبوع وكاته شو قد ترتب أقل لبيع بيه مثلا أبيت تب يوع الذي تيلا ولا غير إضافة كذي. هل تبيع؟ بلمك. أبيت تب يع. هل كي يكا بديبا بيكا أمر وكش يكا كبواو ما قبل كي ملمبوا. أبيت تبوع بلا أخفشو. عند الأخفشي بنقل الضمة من الياء إلى ما قبلها ثم قلب الياء واو. يعني أولي إما نقل الله ما كمان ليكا وكربلا ما قبل كي يدو أيدي كمان كربواو. يانا خير بيت تبيع يعني مثلا يمك دوايا ويك نقل كمان كر نقليها حركية كبولاي بيكا تبويع أمر الله مكا كيب كسرة أبيت تبيع عند سيبوهي بنقل اللمة ثم إبدالها كسرة لتسلم الياء أو متواجبين أمر وتقلب الواو المكسورة ما قبلها في المصادر لا في غيرها كعوض ياء نحو قام قياما وعاذ عياذا وقلب أكريا واوية كمكسور بما قبلكي إما ومن بناء كذا ما نودا قروا واقع لبيني كسروا لبيني أليف دا جاءوا ما ندا أبري بسر هم جمع مكسريش وهم مصريش لما اخترى هر ما قبلكي مكسور به كافية بواوي بكي بيه بلام لجمع تنيا كسري ما قبل كافينية أبي ما بعدك شيء ألف بيت حاربين سلم الصرانية مثلا قيام بلين أقر واوكا لدواي كسر وقراري غير أتواني بكي بيه إيسا أقر ألفك لدواي وبوش حافر أتواني بكي بيه حاربين جار وتقلب الواو المكسورة ما قبلها أو مكسورة أتي اشتباعها شن ما كأبت نائفاعي لمكسورك وتقلب الواو المكسور ما قبلها في المصادر يعني قلبك رواية كما قبلك المكسورة لا مصادرها لا نقل غير مصادرها مثلا سعي وضع مصدرنية بلكم ممكن اسم مصدر يعني ممكن هر اسم بحاربي إذا أكارناك هنا يعني مثلا واو كيبي وبلي عياض جانية وتقلب الواو المكسور ما قبلها في المصادر ياء نحوشي نحو قام قياما وعاذ عياذا عوذي ومنه قوله تعالى دينا قيما باشا لأنه لا يعلم لكونه في الأصل مصدرا لعدم علامة ألف أو إيش أو إيش بابا نقول شو لكونه لكونه في الأصل مصدرا شن بابا قيام بابا قيمة بابا قيام قيوم قيوم يعني وكما قبل كما مكسورة كما قيما باشا دينا قيما دينك أرجشمن يعني نيا وكل شو الله زيد عدل هرشن إسرائيل هذا بمعنى وصفي لا نزل جريا بيت الصفة بودينك بلا بودينك بلا أمس هنا صيغة مبالغة يعني مبالغة لا وصفة جابوا جاري وهي بو مبالغة لا وصفة إذا ما سرك يا وكل شو الله بجي زيد عادل ونجي زيد عدل أوى وإنما قلبت الواو حينئذ يا أن بويلي واواوا كابيبيه لإعلان فعلها شو فعلك إعلان كريا جاباش إعلان فعلك شيء بقلب الواوي فيها ألفا لما مثلا فعلك شو واواوا كريبا ألفا قام قوام بوا
بالواو متحرك ما قبل كتب ألف لوقت اللواي على الإخوان ما ليش بيخو هل كان نوع إلى لك عشان جاية أو كريا بألف وأما كريا بيه ها بلا ما هل أوكي على الكلام كافية أي باش أي حالة حيولن شيء لأكي أو ك مثلا فعل لك شائع على لو لم مثلا كان كراوة أجر أو مثلا أجر نلين حيول اسم مثلا حتى اسم العلي على اسم مثلا وقعي وري لأكاو على وحالة حيولن إذا تغيرا كالقوادي في الشذوذي والقياس حيلا شاكا والقادو القاد القاد وهذا بخلاف مصدر نحو لا وذا فلمك نا أري دي وحال حيولا كالقوادي يعني يقول شون قواد شعز بو بشعزي دل فري لين كالقوادي في شذوذي دل أولي وعبارة كما نبريته حال حيولا من انتزام لما تنكا شعز بو أمانا لفظي الشعزون يبقى حال حيولان وحال حيولان كالقوادي شعزون برام دي هذه عبارتك أول ثانية برام وحال حيولان كالقوادي لو نكافي وما تنكيه جاء كيلا حالة إذا تغير رقشت تغيير كان حالك أبو حالة جدا أشياء قياسك حيلان بواية قياسي قوادي قاد بواية وهذا بخلاف مصدر نحو لا وذل وذن وعاوز عوازن كلمة دا مثلا لما اصطلك اهوى وكناكي بيه فإنه لا يعلو لعدم إعلال فعل شو فعلك إعلال نخوازه فإنك قد عرفت فيما تقدم أن نحو قاوما وقاولا لا تقلب الواو فيه أليفا وقت لما ذكى وكناكي تألف خب لما اصطلك شاك بروزي في عالمي وكناكي بيه حتى ألف لدوائي نكوهي لدوائي واوكو وفي نحو جياد كجيادك جمع جيد وأصله جيويد وديار يعني هل بعضهم أو بس أواك عليه وتقلب الواو المكسور ما قبلها هم في المصادر هم في نحو جياد أو في نحو جيادة عثرة بصر في المصادر لماذا أو قلب أكريك جياد مثلا جمع جيدة أو مثلا أقبل الجمع جوادة هذا شاد شو القاعدة كي خوي يا ما باسي وما نكر ولا هو إعلال يا عشاء أوى ولا مفردك يا إعلال إخوان بيا بس ساكن بي كمثلا للجوادة نس ساكن ونا إعلال إخوان برام للجيدة بره وأوكي إعلال كردوه إعلال إخوان دوا شو الأصل كلمة جويدة قلب مكان جاك كيف جويد بقى عليه جبر وأوية وأوكي ببيا فزوا أوكي إعلال إخوان دوا جي خويتي لا مصر كي بس بروزني في عالم كابة الجواد وأوكي كي بيا والديار كجبر دارة ولا مفردك على الاخوان شوف الدار لأصلا دورة باشا واو متحرك ما خرزه كرياسة ألف جاء لمثالية كما واو كرياسة يه لمثالي دوما لمفردك يا لمثالي دوما كرياسة ألف كديار أو ديار جمع داره أصله دورة واو متحرك ما خرزه مفردك لمفردك يا كرياسة ألف شو لمفردك يا كرياسة ألف لجمع كيشا كحلو مرج مناسب بواي كين بيه ورياح كجمع ريحة ريحي أصلي ريوحة وانيا هلواء أو جواجع شاير أو رياحي بوية هنا يوا أو شي هنا مثلا طالي ديارك أو دانا ديار لمفردك يا واوك كراوة بألف شنك واوك كراوة بألف أقب شيتو بو بيجع لالك خوي واو أبيني بلان ديار للرياح دا جمع ريحة حالبي يعني لأصلا ريوحة واتتول لمفردك يا مثلا يلبيني و دي اما يكان يكان لمفردك يا واوك كراس الف يكان كرياس ي ويكان ادواني هنا شايديش منظوري في اوبوا تول لمفرد الرياح ريح بيني في ادوان بيك لاصلا الريح بوا قالك ولو حاوي من كاكا او واوية لاصلا متوجبي وتيريش من هي كجمع تارتا كما عبت التيور لبر أو أمي هنا وأما بو أويا كالدواي واوكو إما ألف مانية فقد واوكا لدواي كسر وقراري قلتوا جمع تارد والأسلو أو تورى واشتباية أبي تيورى بي باشا أما شو فتحي بوتي كدعنا أصلا كي تيو ننا هش أهد مفردك أخويتي أوا أصلي مفردك تورتنا وكنا ثقة وصدقة وآوانا باشا لقول العرب عليه بلاي مثلا ممكن كسي بلاي بس شاب زاني أو كواو أو يعني مثلا على مثلا تاورته
تاورته يعني مثلا تارم لقل كرد يعني كاتب لقل دياري كرد يا بلاي شر تارم شر تارم لقل كرد جاري منو جاري او تاورته والناس يتتاورون جيجن الناس يتتاورون حالبي يعني تتاورا كان لقل يكا يعني تناوبا كان ام لجيجي او لجيجي ابو اوه فزوانا او مزيدانا در يخاك اما او انا كعلى لاجوفي انت ناكريه در يخاك بلا اما اجوفي واويه يا توربوا تورى اما بل وكو شون رقبتن اكيد بالرقاب تورتنيش اكيد بالتيوار ووك امر اكيد ايه والديم جمع ديمايا امجر اجلي لدواوانيه فقد ديارة أو دو مثالة يكاد ينبو أو يكا يمن دواي واوكا وكا كردمان بي ألف ما نبو بلان واوكا لمفردكا كرياسة ألف وايا ديما بو أو يكا واوكا هر لمفردكا كريا بي لمفردكا كريا بي بلان فيش أو يكا بو يبدأ إعلان إخوار دوا ديومي لا أسوا ديومي بابا والأصل ديوما من دام يدوم إنما أعلش أوشا لإعلال المفرد لبل إعلال المفرد ولولا جريان الإعلال في مفردها لم يجوز الإعلال في الجموع أقر إعلال جريان نبوى لمفرد كيانا إعلال لجمع جائزة نبو أي شيء في الطيال الله وشر طيال جمع طويل باشا وحتى جياد جمع جوادين أو شعزبي من جاد الفرسو يعني الأسبقي شاك يجود جودة عوادجي بالله بك إذا صار رائعا وقتك أسبقي شاك بك لعدم جريان الإعلان في المفرد شن مثلا إعلان المفرد كان كراوت ولا جمع كذا كدوتا أو الشعز شكرا ليخو كما تأبي ليوا بجمع طويلة كعشي بيجي طوال وجمع جوادة كعشي بيجي جواد والأول شاذ من جهة القياس لجهة القياس شاذ وهار وهار من جهة الاستعمال أيضا خلق جواء استعمال هناك إذ الأكثر طوال ومنه قوله قول شاعر قال تبين لي أن القماءة ذلة وأن أعزاء الرجال طيالها ومن در كوتوك قماءة يعني شكولي واتا أماك شكول بيو ريز بيو أمانة أو الذلة وأعزاي الرجال يعني بالي قولة كانيان عزيزة كانيان واتا زور من دكانيان زور من دكانيان دريجة كانيان باشا تبي يا وفعول نلي أن المفاعيل قماء فعول تذلة تذلة مسيا ذلة يا ذلة مفاعل البحر طويلة وأن فعول أعز زائر مفاعيل رجال فعول طيالها مفاعل باشا بلا بحر طويلة قال والثاني دو ما كشك جياد بو أجا جمع جواد شاذ أما من جهة القياس دون الاستعمال كل استعمال زوالة حتى أخوي جورا فرمويتي إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد الجياد جمع جواد مثلا أو كاتيك على ذكر أبو سليمان لكاتي عشية صافنات يعني أو أسبانيك بابين سلاخيان دان لاخي كان هذا جرين أعواب أستم نوكي نعلقي نوكي سمي أواداني وجرتاي برزكاته مثلا لسعرزكا أو حالتك لاخيك ينوشينه دوزور جوانا الجيادو كأوانهم جياد نيني جمع جواد بيليوا وليبو خاليوا باشتروا بجمع جيد أخوة يعني شاك شون لدواء جمعوا هاتوا جمع صافيناتك هاتوا بلو يتريان أخوة بلو أحاول أقر جمع جواد بيه وكو شون أبا شاذة يعني قياسا شاذة بلام استعمالنا أبي جوايا أبي تقياسا شاذ أبي بلام استعمالنا جاء مجارة مهم أويا أريئ ما أمانوي بلام جاري واهي
مثلا جاري وهي زمينه مساعد نيه بو اعلال يعني شرايتي اعلال نهات واكري وجاري وهي زمينه اعلال فراهم بو بلا ناكري شاكه مثلا في القياله زمينه اعلال فراهم نبو شبجي في واحد اما هو بلا وقت لا مثلا مثل كلمي ريانه اگر جبي كانوا بروزن اخر انا عطشان اكن بعطاش بروزن في عاج كانوا خب ريان لاثر رويانه واو يكوبونه تو لكلمه كا سابق لو انا ساكنه قد واكم كلو بيه اها واو لمفرد على الاخ واردوا خب اگر جبي كاينه وا اكون لكنا بيني ابيت الرواي رواي اها يعني ما الف زياكين لما قبل اخره يكك لاخره يا كيف همزه ابيت الرواء الان او واو كحرف دوما ما قبل كي مكسورة تنان لقاشو ألفا يعني واو خابو لبيني لبيني كسر لبيني ألفا واو كذبو نكر دبي إعلال كي هو مثلا شرائط فراهمة يجي وصح رواء جمع ريان كراهة اجتماع إعلالين فيه شنك مكروه دو إعلال تياك وبيتو إذ أصله رواي من رويت رويتو من الماء يعني تيان مخاذ بالكسري رويت نو شنو رويت يعني الروايات ممكن ولا رويت يعني كيف خالدو او نو خال روامو حالفي واكري بيجا بالروادة ويكل دي جاني قلب الياء همزة قلبي كان كلب همزة على نحو رداء وقل الرداء كالرداء بوو يكو كلب همزة فلو قلبت الواو ياء اي قلبت الواو ايضا ياء يعني اقر يا واو كشكر يا بي على مثال مفرده لسال مثال مفردكي كل مفردكي مثلا إعلالك كريابة اجتمع إعلالاني دو إعلالكو أبو نوى وكلمة التباسي تيابه والرياء ها؟ يعني نزل مجمعون ذلك مستري ثلاثي ومنا الرياء يوى. وذلك مستكره كوجنا عشرين كما قلنا في طوية وهواء على يوى مانو دونيا لا طوية و لا هل طوى طوى هوا طوى مثلا هل طوي لطوي يجدع فرغناك قال لي مثلا إبراهيم واو متحرك بيو ما قبل كي فتحية نايكي نالف هواي شربو جوريا واو متحرك وما قبل كي مفتوحة نايكي نالف حاربي لبروا مثلا حرف آخري على الكلاو أردت إما لطوي يجدع شتيك ما نوي طوي لشي بوبو بو طوية شتيك مانوتو بو هوا ابتا هوا راستا هوا هنا كي على الكلا وانيا بلا بو طوية شتيك كتر مانوت اخر طوية اقل خدودا نواونية بلاي طوى بلاي ولا ايدو اها وثمان حمل مانكر بو سر شاهد بو سر طوية بالي 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 اما قوية بالي اما هو بالي وقبل الادغام قوية بخلاف باب قوية لان وقد تكسر الفاء بالي اماها وصح باب قوية اذا جاع وحي بكسر العين مع انه لا يشم في الالاني لو قلب العين الفا لانه فرعه فرعي شيء اعني فرع فعل شاف ياو تشيل بيشيتو او طويانيا اخلى طويشا لطويا اجر ام واو كم كاين بقى الاجتماع جو الى نادتو حاضر فقد نيا شنك هواء اخا هواء بابي هواء يا متحرك ما كسب الف ما قبل كيف تلعبوه واو كيش بلي واو مت واو مفت متحركة وما قبل كي مفتوحة بكي بألف اجتماع جوا إلى لبيته لطويش ده هر سنة اجتماع جوا إلى نبته ولا بفرعي شن كفرعي فعليا لا أصل كا اجتماع جوا إلى لبيته اللي وناكل اللي رجع نيك حاولوا لا أما أو بل أمر دواي أو وإنما صح نواء لأنه جمع ناوين آخر يما اسم فاعلش بل وزن فعال جمع كينو مثلا جواعا جائعة 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 كان بجواع جواعة كان بجياع خب
اگر ایما مثلا نوايا نوي اسم فاعل مثلا ناوي جمع كان بلوز فعل عبت النواء لبشا مثلا نواء وكيبي نواء متواجب ولا بشي بيجي بشي واو كان قربي وانما صح النواء لانه جمع ناوي السمين من الابل كما ناوي اشتري قلوة اشتري تشور وقلو كانت النواء هنا كاتب علوم القرآن للشرف النوائي عربي يا حمز نمشي للشرف النوائي فلما لم يعل مفرده لم يعل جمعه أيضا يعني وقت مثلا سواء وك واوي ناوي أو مثلا أقل ليش إعلى الكيد دو إعلى الكوابيته بلا ما أتواني دليل لك النواء لفي في مقرون بوا كالفي في مقرون بوا دي لمفردك يا واوك إعلال نخوار دوا تازا أقل مثلا اجتماعي دو إعلال جنبوايته هل إعلال من نواك أها فاز إما بو نواء دو بلغمان فيه بو إعلال نكردن يكي كان أويا شنك ألف حاجزي غير حصين هميشا يكي كان أويا اجتماعي دو إعلال بيه كان أويا كالمفردك يا إعلال نكرا أبتا الرياني هل في مقرون بو ولأولى مفردك يا إعلال كرام رويان حاربي بجمع واوية وكما كنوا بلام للناوية وكما إعلالي نقوارد وفي نحو الريال والثياب ممكن كسيك بيجي باشا توت ووكا لمفردك إعلالي خوارد بي لأخوة الريال والثياب لأصل عيوان رولي وأمشان ثوبة ووكا لمفردك إعلالي نقوارد وليشن ساكنا ساكن وكل شبه إعلال واعي ألي وفي نحو الريال والثياب جمع الرولي والثوب تقلب الواو يا أن ولسكونها في الواحد لبلا الواحدة ساكنة فس آئسة فيا بي بويكا منها مشاء وتوما ليوا شون سفي سادة وتدي لمفردكا ساكنة تسمى لعزيز لمفردكا أعلالي خوازمي لكي داري كاري وتا ولمن هات كان متا وتما شونكا يما أواوا كين بي بوشرتي لمفردكا يان ساكن بوبي يا إعلالي خوازمي حالبي لسكونها في وذلك نوع من الإعلالي ويهل أعوك بساكن يوات نوع إعلالك بوه لأن ذلك يجعل حرف العلة كالميتة شنك الساكن بون باشا حرف علة وقمر دوليك فلما ثبت نوع من الإعلال في الواحد فاز وقت أقر ثابت بين نوع إعلال لواحدة أقر وقمر دوليك أوكو حسب يعني أوكو إعلال بحسب شبيه بإعلال بحسب نوع إعلال لواحدة أعلو في الجمع أيضا لذلك لجمعكش إعلالك أنا بوجوده مع لقال أوجد أن وقوع الألف بعدها أها جاء لنا بحثي أواك أولا بو آية إيما حمل مصدر حمل جمعة وهو مثلا لو وزني لو وزنا إيما واوك بكين بيه ما قبلك إيشي مكشول بي باشا بلان بو أويك لدواي كسرك و ألف مان ببيه أها إيما لهين أنا ما نبيش لما مصدر قالك ما نعب هذا لجمع شانه شو القيمة تيار وش ما جمع تاريه عارف ده ديم بره اها ديم جمع ديمية باشا كواتت مشاكة نما نبي مثلا ألف لد هنا ببي ألف يقلد واي واو كوا حتما بيبو أوي وجودي ألف شرنية هسه نقرب بيك على كعس أنت لجازوت لكري وأمانة بويه مع أنه أخوال الألف بعدها في الجمعي لدواي واو كوا يجعلها مستثقلة شاكا يعني أما أولا الجاري مثلا سواب يكيك أما لمفردك وواك ساكن بوا ودواي أوا الفيكشك لدواي وواك وقرارك للجمعة وواك سخيلك شاكا ديشتيك لمفردك يا خفيف بوا دواي أوا لجمعك يا بل أسري ألفك سخيلة مجبور يا ذلك يتوا فذلك بدون دليل كواتا آلي لا تنية مش نتيجة قريب أو نتيجة أقرين أقر يعني أتواني أو برداش كي أقر واوكا لمفردكا ساكن بو لجمعكا عشي لبيني كثرة وألفا قرار قرين ولي أقر لمفردكا إعلالي خوارد بو نساكن بو كارما بوينيا حاربي أم جارب يويدناكا حتما ألفين دواوا بي بابا بويا كان لطول نطقي في الجمع بيجعلها مستثقلة لطول النطق بها شاكا نطق بوتولانية بتحينئذ فناسب التخفيف بقلبها ياء
يعني بويا كان الجمع أو ألفية كالدواء وكوية للجمع دا بويا أو مثلا ثيابو ريال وأمانة نا بويا أو واو مصفقة لك سقيلك شن نطقك بو تولاني بوا جاران مثلا واوك بساكني بو كلمي تبو السبب وان الحركة هو زينو بوا توا حالبي يقول ندخلها حينئذ فناسب التخفيف بقلبها يا عين بخلاف عوادتين عوادت يا جمع عودة بالفتح كا بمعنى المسن من الإبل بمعنى واشتري بتمنى متواجبين جاء أجر أو إستكاني لمفردك أهم وكل مفردك ساكنة وكو ثوب واية كجمع كردتو واو لدواي ألف لدواي وكو قراري نقرتها وعلاقه ذكر نبيين فدرس او نتيجة اغري يعني تماشاك اقر لشرطيك ووكا لمفردك اعلان خوارد به لجمعك هرما قبلك مكسور به كافية بو اوي ووكا كي بيين ولي اقر ووكا لمفردك ساكن به لجمعك على وي اوكا لدواي كسر ويا اشي ما بعدك اشي الف بيت حاردونا بالفتح المسن من الابل يا المسن من الإبلي تعلمي كيف بدل المسن من الإبلي وكيوزتين كيوز جمعيشية جمع كوزين كوزمان قوزية بوشي اللي فقدان الألف بعد الواي في الجمعي تنعزي مثلا لو يانا بخواني توا إيادتن لم يشبخته كيوزتن أو كارنا كردو وأما ثيرا يا ثيرا في جمع ثور فشاذ باشا أي أغي أقوايا هو مثلا ثور وكو عود الكردب عيودا ثوري شو الكردب في وراء أي بواقع ألف يجدو أي ودية تودال مثلا أقل واو لمفردة ساكن به لجمعك عشي ألف يجدو ووكو بجابي كيف حاضي أي بواقع لثير رداء وكارنا كلاو يجي أوشاذ تيقي بابي أبلا مبرد أويه ناو علي وتدي إنما قالوا سيارة لكون القلب دليلا على أنه جمع ثورين من الحيوان لا جمع ثورين من الأقيط أقيط كشكة يا بابي والمخصص أنهم لما قالوا في جمع ثور سيران بقلب الواوياء لكونها لسكونها وانكسار ما قبلها حملوا سيارة في جمع عليه وليس لثورة وليس لثورة جمع ثور من الأقيط نعم أو أقيط شاعر معناه كشك به أو اسمع شاعر لغتي بوكا شن مهنة شاعر معناه بشيلة به قيط معناه بشيلة رانا ذا ما أخوة لي وعشاء أو بواب غين أوان أو بودية لبغين أو اسمع شاعر لغتي بوكا وأما ثيارة في جمع ثور فشاذ والقياس ثيارة لعدم وقوع الألف بعد الواي فيه متواجب؟ بل هو في السماء الكافي أمر ديت سأل قاعدة كواوية قال لك كلمة كوبونو سارغ لو أنا ساكن بقلبي وقاكري بيبا في أوار